وحول استضافة مملكة البحرين لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الأستاذ فايز الشوابك، أمين عام الاتحاد البرلماني العربي. أهلا بك سيد الكريم في هذه النشرة. بداية، هل تحدثنا عن دور الاتحاد البرلماني الدولي في حل القضايا الدولية والتنسيق بين البرلمانات؟ أما سيدي، مساء الخير أولا لك ولكافة المشاهدين ولمملكة البحرين تحديدا وبالوطن العربي والعالم أجمع. أولا أشكرك على هذا الاتصال. مملكة البحرين ستكون الدولة الخامسة من العالم العربي منذ تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي منذ عام 1889 استضافة هذه الفعالية الهامة، حيث تجري اجتماعات الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي واجتماعات المجلس الحاكم وكذلك اجتماعات اللجان الدائمة وجميع الأنشطة المرتبطة بهما وبعض الفعاليات في مركز البحرين العالمي للمعارض وحلبة البحرين الدولية وفق البرنامج طبعا الموضوع، والموضوع الرئيسي الذي سيناقش بذل المناقشة العامة بشأن الموضوع لتعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة للجميع ومكافحة التعصب. نعم سيد الكريم، ما أهمية اختيار مملكة البحرين لاستضافة اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات أيضا التي ستعقد على هامش؟ أولا يعني بداية أشكر مملكة البحرين على الجرأة اللامسبوقة في أنها تتقدم وتكون الدولة الخامسة بعد مضي حوالي قرن وأربعين عام على تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي في استضافة هذه الفعالية الهامة، حيث يضم الاتحاد البرلماني الدولي يعني في عضويته أكثر من 179 دولة بالإضافة إلى العديد من المراقبين من المنظمات العربية والدولية في هذا الاتحاد، وهذا يسجل سابقة في تاريخ العالم العربي لاستضافة هذه الاجتماعات. نعم سيد فايز الشوابك، أمين عام الاتحاد البرلماني العربي، شكرا جزيلا لك.